جديد ومن أكثر المتحمسين للتعامل على هذا الكلام والاستفسار. وهو أول من دش التقتيل الجماعي في البوليدة والمدية، وفتح 1756 مركز للتعذيب. وصاحب المقولة ينبغي أن ينقل العنف إلى الطرف الآخر وهو الشعب، حبس علينا الكلام، وقام بتكوين الميليشيات لتأديب المقولة. ينبغي أن ينقل العنف إلى الطرف الآخر وهو الشعب، حبس علينا الكلام، وقام بتكوين الميليشيات لتأديب الشعب، حبس الكلام. على أنك رأيت جرائم وعبادة وجرائم مدنية مع المحرضين. لا أتكلم مع المحرضين. سيدنا مالك، يا سيدنا مالك، بدلا من ان توجه الانتقاد على المحطة والبرنامج، ارجو ان ترد على الكلام. يا سيدنا مالك، ارجو ان تبقى في البرنامج وان ترد على كل هذا الكلام. والانسحاب ليس طريقا للمجدية كما تعلم، هذا من الهروب. هذا الهروب هو الذي دمر الجزائر. هذه العقلية المتعجرفة هي التي دمرت الجزائر. هذا العناد هو الذي دمر الجزائر. هذا التلكؤ وإقصاء الآخر هو الذي دمر الجزائر. نحن في عهد مصالحة، نحن في عهد وئام فكري. ما هذا أستاذ رضا مالك؟ رئيس وزراء ينهزم؟ تعست إذن. الأستاذ يحيى أبي زكريا، أنا عندي تساؤلات، يعني أرجو منك أن تجيبني عليها. تفضل. أنا عندي يعني شكوك في أن بوتفليقة سيحل مشكلة الجزائر، بسبب أن عصا الجنرالات الآن فوق رأسه لا يتحرك إلا بأمرهم. لماذا تكلم عن إطلاق سراح الشيخ عباسي وعلي بن حاج ثم تراجع وتمكر وقال لا أستطيع؟ لماذا لا يستطيع وبيده كل الصلاحيات والسلطات؟ ثانيا، لماذا قال أنا مع حقوق الإنسان بالمعيار الدولي ومع أمنيستي ودعاها لزيارة الجزائر ثم تراجع وجر اتهامات خطيرة ضدها؟ ما هو السبب؟ لماذا قال أن الأزمة الجزائرية سببها رفض اختيار الشعب سنة 91 وانقلاب سنة 92 وهو عنف، ثم تراجع وقال إن الجيش قام بحماية الجمهورية رغم أن الجنرال كما تعرف هم الذين أمروا بأبشع المجازر والقتل الجماعي والسرق المريع؟ المصالحة ودعاة المصالحة أخرجوا من الحلقة. يا ريت لو تكرمت أن تعرف مفهوم الاستئصال، ماذا تعني بالاستئصال؟ قد لا يعرفه الكثير. الاستئصال أستاذ العزيز، يوجد ناس في الجزائر تربوا في أكاديميات فرنسية ونشأوا في أحضان الحزب الشيوعي الفرنسي، ورضا مالك كان أحد الأعضاء في الحزب الشيوعي الفرنسي، وبالتالي عمل بعد الاستقلال مع اليساريين الجزائريين. وأنا لدي ملاحظات على رضا مالك. أول من ألغى قانون التعريب سنة 1992 عندما عين على رأس المجلس الاستشاري. كيف في الموضوع مشاهدي الكرام؟ مشاهدي الكرام، أريد أن أنوه بأن السيد رضا مالك رئيس وزراء الجزائر السابق كان معنا وانسحب قبل قليل من البرنامج بطريقة يعني بطريقة دراماتيكية إلى حد ما، ومعنا بقي معنا في الاستوديو السيد يحيى أبو زكريا. يحيى أبو زكريا، وهذا ما حصل. معنى ذلك أن الصراع سيستمر، معنى ذلك أن الأزمة ستبقى مفتوحة. وهل الشعب الجزائري مستعد يوميا يتحمل الأذى؟ هل الشعب الجزائري مستعد أن يتحمل الدماء؟ أبناؤنا قتلوا، نساؤنا ذبحن، يكفي.